خطب الجمعة السنة أن يقصرها الإنسان ولا يطيل على الناس ولا يفتن الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. رواه مسلم عن عمار. فمن فقه الإنسان أن يقصر خطبة الجمعة تكون كافية في موضوع ولا يشق على المسلمين. الآن نصلي مع بعض الأئمة رحمه غفر الله لنا ولهم تصدق 40 دقيقة وحين أكثر في الخطبة الأولى. يقول لي أحد الأخوة: خطب بهم إمام في الخطبتين ساعة كاملة، هذه محاضرة إسلامية، فعلينا أن نقتصد في ذلك وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه وفي مواعظه صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهداه، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك. كان يعلم الناس بالتدريج، وكان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه، وكان يبدأ بكبار المسائل صلى الله عليه وسلم قبل صغارها، وكان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بما يعرفون.